تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہماری اس مسجد کے نائب امام قاری صاحب کی غیر موجودگی میں نماز پڑھاتے ہیں حافظ محمد حنزلہ صاحب کیوں آئے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم